مزيد من التفاصيل عن فعاليات هذا اليوم تنضم إلينا من شرم الشيخ مراسلة التلفزيون المصري سالي سالم. سالي، صباح الخير. أولا يعني تضعينا في المشهد، لديك تفاصيل هذا اليوم وتفاصيل جلسات اليوم وأهم الفعاليات. نعم، صباح الخير عليك إلهام وعلى مشاهدينا في كل مكان. ما زلنا في هذه المتابعة الحية والمباشرة من داخل القاعات الخاصة بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، والتي استضافتها هذه المدينة الخضراء مدينة شرم الشيخ منذ يوم 6 نوفمبر ومستمرة معنا لهذا اليوم. حاولت من خلالها الرئاسة المصرية، وذلك تحت شعار معا للتنفيذ، حاولت أن تدرج العديد من الموضوعات لأول مرة، وذلك في الأيام الموضوعية. تناولت هذه الأيام وهذه البنود الموضوعية التمويل والتخفيف، التكيف، وأيضا الآليات الخاصة بإزالة الكربون وغيرها العديد مما هو يؤثر على صحة الإنسان ويساهم في زيادة التغيرات المناخية، زيادة الانبعاثات الحرارية وارتفاع درجة حرارة هذا الكوكب، مما يؤثر على الدول بشكل عام وأيضا على دول القارة الإفريقية التي تتحدث باسمها مصر، والتي تحاول من خلالها ومن خلال هذه الفعاليات والأجندة الموضوعة من قبل الرئاسة المصرية أن تقوم بتقليل هذه الانبعاثات ومحاولة الوصول بدرجة حرارة الأرض إلى 1.5، وهو الهدف المنشود من التكيف والتخفيف. استطاعت الدولة المصرية من خلال هذه الأيام الموضوعية السابقة أن تقوم بتمرير هذه الأجندة، إفساح الطريق للعديد من المفاوضات، العديد من الاتفاقيات والمبادرات التي تم إطلاقها من هنا، من هذه المدينة ومن هذه القاعات التي شهدت زخما كبيرا من الجلسات والفعاليات، سواء الرئاسية والتي كانت في أيام 7 و8 من هذا الشهر، أو على مدار باقي الأيام التي تناولت جلسات موضوعية رفيعة المستوى وموائد مستديرة وغيرها الكثير. أيضا ما يتناوله في إطار المنطقة الخضراء والتي بها قاعات للحكومة المصرية، قاعات للمجتمع المدني وأيضا للشباب، مشروعات خاصة وغيرها من الأفكار التي تمت خلال هذه الأيام. يوم أمس كان يوم الحلول، وهو آخر الأيام الموضوعية في إطار هذه الأجندة التي وضعت من قبل الرئاسة في بداية هذا المؤتمر. تم إطلاق العديد من الاتفاقيات يوم أمس تتعلق بالنقل المستدام، النقل صديق للبيئة، أيضا المدن المستدامة، فيما يخص أيضا الزراعة ومجال الطاقة المتجددة. العديد من الاتفاقيات التي تمت وانطلقت من هذا المؤتمر. أمس أيضا استمعنا لمؤتمر جمع السيد سامح شكري رئيس هذه الدورة وأنتونيو غوتيريش، وتحدث كل من الطرفين عن المساعي التي قامت بها الدولة المصرية واستطاعت من خلالها تمرير وإطلاق العديد من المفاوضات وإفساح المجال لمسارات عدة للقارة الإفريقية، مسارات تم إطلاقها لأول مرة، كما هو الحال في المبادرة التي أطلقت يوم أمس والمتعلقة بالتعامل وإدارة المخلفات الصلبة، وهي تحت عنوان إدارة المخلفات الصلبة 50، وذلك بحلول 2050. ولأول مرة يتم التعامل داخل مؤتمر للأطراف في طريقة وآلية إدارة المخلفات الصلبة. تحدث أنتونيو غوتيريش يوم أمس عن الدعم الكامل لما تقوم به الرئاسة المصرية لإنجاح هذا المؤتمر. تحدث السيد سامح شكري فيما يخص أن قادة العالم قدموا دعما خلال تواجدهم داخل هذه القمة، وهو ما يؤكد على إرادة الدول. تحدث على أن المفاوضات نجحت وأظهرت تقدما كبيرا في العديد من الأطر. أيضا تحدث في بند الأضرار والخسائر، وهو بند مدرج أيضا لأول مرة داخل هذه القمة. يعني كان هناك تمرير للعديد من المفاوضات. استطاعت مصر توقيع اتفاقيات للقارة الإفريقية،
اتفاقيات لمصر فيما يخص الهيدروجين الأخضر وغيرها. اليوم من المفترض أن يتم الخروج ببعض التوصيات وفقا للجدول الزمني المعلن من قبل رئاسة المؤتمر في وقت سابق، وكان هناك بعض الأحاديث من قبل وزيرة البيئة فيما يخص أنه من المحتمل أن يتم مد يوم أو يومين لهذه المفاوضات، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم التأكيد بشكل رسمي على هذا المد. ونحن وفقا للأجندة فهو من المفترض أن يتم إعلان توصيات وما تم التوصل إليه خلال هذا المؤتمر فيما يخص التنفيذ الفعلي، فيما يخص التمويل، فيما يخص التخفيف والتكيف، والذي يلخص ما تم خلال 12 يوما التي مضت. نعم، أشكرك جزيل الشكر سالي سالم على كل هذه التفاصيل الوافية، وبالتأكيد مستمرين معك ومع فريق التلفزيون المصري على مدار اليوم للمزيد من التفاصيل. سالي سالم مراسلة التلفزيون المصري من شرم الشيخ.